هذه القمة لمواجهة ظاهرة التغيير المناخي التي تهدد الحياة على كوكب الأرض ولا تقف عند حدود وطنية، فالغاية هي التنمية المستدامة وتتطلب تحقيقها منهجية وشاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم. لقد أطلقنا في رؤية المملكة 2030 حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، مشاريع الطاقة النظيفة بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج 50% من احتياجات المملكة في حلول عام 2030 خلال رئاستنا مجموعة 20 العام الماضي، بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وإطلاق مبادرتين دوليتين للحجم التداول الأراضي وحماية الشعب المرجانية، كما أعلن عن سمو ولي العهد مؤخرا عن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط.